مساء الخير. نهار اليوم اشتدت الموجة الحارة في جميع مناطق المملكة، وكانت الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، واقتربت الحرارة من حاجز الأربعين مئوية في بعض الأحياء الشرقية من مدينة عمان والزرقاء. هاي الليلة بتكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة وبتوصل درجة الحرارة ل 26 درجة، أما رطوبة 50% والرياح شمالية غربية. غدا ويوم الثلاثاء والأربعاء اشتداد مرتقب ومستمر للكتلة الهوائية الحارة المسببة لموجة الحر، حيث المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة وأجواء حارة وجافة ودرجات حرارة أربعينية في بعض المدن بما فيها العاصمة عمان، وأجواء شديدة الحرارة نهارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 36 وبتنخفض بالليل ل 24 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 25 وغدا 39، عجلون 24 وغدا 37، جرج 26 وغدا 41 وأجواء شديدة الحرارة. المفرق 24 وغدا 41، الزرقاء أيضا 24 أجواء صافية وغدا 41 درجة مئوية. الصلت 26 وغدا 38، مادبا 25 وغدا 38، مطار ملك علياء 22 وغدا 41 وأجواء شديدة الحرارة. البحر الميت 33 وغدا 45، الطفيلة أجواء صافية 24 وغدا 35، الكرك 25 وغدا 39 درجة. في معان بتسجل 24 وغدا 37، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 31 وغدا 42، نهاية برويشد 24 وغدا 41. إذن ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: طقس حار إلى شديد الحرارة ودرجات حرارة تصل حاجز 40 درجة مئوية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة، عودة إليك مهند. شكراً مريان.